أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم صلاة الجنازة على أهل الكبائر خاصة تارك الصلاة وعلى أهل البدع؟ ما حكمه؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم صلاة الجنازة على أهل الكبائر خاصة؟ ما دام انه مؤمن لم يخرج من الايمان ولو كان من اصحاب الكبائر يصلى عليه ويدعى له لانه مؤمن. اما اذا كان قد ارتد عن الاسلام او خرج من الاسلام فلا تجوز الصلاه عليه. نعم.